مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من ترندز. النهارده حلقتنا مميزه جدا وفيها فقرات كتير متنوعه ان شاء الله هتعجبكم، ويلا نبدا بفقره ترندز اوف ذا ويك. اول ترند معانا النهارده هيكون من حفل توزيع جوائز الاوسكار لسنه 2022. الحفله حصل فيها واقعه غريبه جدا، ونقدر نقول انها الاولى من نوعها، وده لما قام الممثل كريس روك أثناء تقديمه الحفلة بإلقاء دعابة فيها تنمر على جيدا زوجة الممثل العالمي ويل سميث. قال فيها أنه بينتظر مشاهدتها في جزء جديد من فيلم جي آي جين، واللي بيتناول قصة سيدة بتحلق رأسها بعد انضمامها للبحرية الأمريكية، وهو الفيلم اللي لعبت بطولته ديمي مور. وده لأن جيدا ظهرت في الحفلة وهي حلقة شعرها بالكامل، وطبعا الكلام ما عجبش ويل، واللي قام وضرب كريس روك وسط ذهول كل الحضور. ولما رجع سميث لمكانه زعق في روك وقال له خلي اسم مراتي بعيدا عن فمك. وبعيدا عن الخناقة اللي حصلت، الحفل شهد فوز ويل سميث بأول أوسكار في حياته، جايزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم كينج ريتشارد. وقام ويل سميث بتوجيه الاعتذار للأكاديمية عن قيامه بضرب كريس روك على المسرح. ومن أكتر الحاجات اللي تصدرت الترند اليومين اللي فاتوا كانت الحفلة اللي أقيمت بمناسبة ختام موسم الرياض، واللي جمعت بين النجم عمرو دياب وكمان النجم محمد حماقي. وطبعا دي أول مرة الاتنين بيجتمعوا فيها في حفلة غنائية واحدة. مش بس الجمهور اللي تفاعل مع الحدث ده، لكن كمان هنلاقي الهضبة كتب على السوشيال ميديا وقال نهاية مثالية لموسم مثالي، شكرا الرياض. أما محمد حماقي فنشر فيديو ليه على السوشيال ميديا وكتب عليه هذا من أجل الحشد، من أجل المشاعر، من أجل حسن الضيافة، لكل المتعة التي حظينا بها، شكرا الرياض. وكان من أكتر الفيديوز اللي انتشرت فيديو لحماقي وهو بيتكلم عن عمرو دياب وبيشكر فيه وبيتكلم عنه بشكل شخصي وكمان فني. بما اننا بدانا امبارح الكلام عن المسلسلات اللي مشاركه في رمضان واللي كل الناس بتتكلم عنها على السوشيال ميديا حتى قبل ما يبدا عرضهم، خلونا نكمل كلامنا النهارده عن باقي المسلسلات واللي هنشوفها في رمضان ان شاء الله. مسلسل المشوار لمحمد رمضان ودينا الشربيني، واللي بيشهد عوده محمد ياسين للاخراج تاني بعد فتره كبيره جدا من الابتعاد عن الاخراج. والمسلسل بتدور احداثه حول ماهر وورد، وهم عمال باليوميه في شركه الماكس للملاحات في الاسكندريه، وعايشين مع رحيم ابنهم في منزل وصيفه خاله ماهر، وبيواجهوا صعوبات واضحه في التعامل مع هذا العمل الشاق. ومن المشوار لفاتن امل حربي لنيلي كريم، والمسلسل اجتماعي وقصته بتدور حوالين شخصيه فاتن واللي بتتطلق من جوزها بعد ما بقت مقتنعه ان العشره بينهم بقت مستحيله، ولكن جوزها بيحاول يقنعها ان هم يرجعوا لبعض ويفتحوا صفحه جديده، وهي بترفض. وهنا بتلاقي نفسها مهدده انها تتحرم من حقوقها ومن ابنائها لو قررت انها تتجوز تاني. ومن نيلي كريم للاعمال المختلفه والمميزه جدا السنه دي، وهو مسلسل سوتس بالعربي، وطبعا دي النسخه العربيه من المسلسل الاجنبي المشهور اللي تقريبا بيحمل نفس الاسم واللي بدا انتاجه في عام 2011. المسلسل بيشارك في بطولته اسر ياسين، طارق عماد، ريم مصطفى، احمد داوود، وبتدور احداث المسلسل في قالب من التشويق داخل مكاتب اكبر المحامين. ومن سوتس بالعربي لعشاق الزمن القديم هيتعرض في رمضان مسلسل جزيرة غمام لمي عز الدين وطارق لطفي وفتحي عبد الوهاب. المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، وبتدور قصته في صعيد مصر بالعشرينات من القرن الماضي عن بيت شافع وأبنائه التلاتة وابنته سندس، والمسلسل مليان بالأحداث الجميلة. وأما بقى لموحبي يسرى فهتكون موجودة في رمضان بمسلسل أحلام سعيدة مع غادة عادل ومي كساب، والمسلسل من المسلسلات الاجتماعية الكوميدية. أما عشاق أعمال الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة يقدروا يتابعوا مسلسل راجعين يا هوا من بطولة خالد النبوي ونور وأنوشكا وغيرهم من النجوم. بتدور قصته حول عودة بليغ أبو الهنا اللي بيقوم ببطولته خالد النبوي لمصر وعليه ديون طائلة نتيجة خسائر أعماله التجارية في أوروبا، فبيضطر للدخول في محاولات لاستعادة حقه من الميراث من ورثة أخوه المتوفى. وبكده خلصت فقرة ترندز أوف ذا ويك. هنروح لفاصل وهنرجع نكمل فقراتنا. فقرة سكوب النهاردة هتبقى رمضانية جدا، حاجة كده هتفكرنا برمضان بتاع زمان وبكل الأعمال الجميلة اللي كلنا فاكرينها لحد دلوقتي واللي مهما نشوفها مش بنزهق منها أبدا.
مين فينا مثلا مش فاكر لحد دلوقتي تتر ليالي الحلميه او ارابيسك او لن اعيش في جلباب ابي وغيره وغيره من الاعمال الجميله اللي سابت علامات فينا كلنا. اول ما بنشوف الحاجات دي تلاقي نفسك كده من غير ما تحس بتسرح في زمن وايام جميله وتقعد تفتكر كل ذكرياتك وانت صغير. عايزه اقول بجد لكل الاجيال الجديده اللي ما شافوش الايام دي ان فاتهم كتير قوي، فاتهم اننا كلنا كاسره كنا بنقعد قدام القناه الاولى عشان نتفرج ونتابع اعمال رمضان. اقدر اقول كده بكل صراحه وثقه بدون تردد ان القناه الاولى كانت بتجمعنا كلنا، كانت بتلم العيله والصحاب والقرايب وقت الفطار وكمان بعد الفطار، وده عمل للجيل اللي عايش الايام دي ذكريات جميله مش ممكن تتنسي ابدا مهما عدت السنين. طيب تعالوا نروح نشوف الناس رايها ايه ويا ترى فاكرين ايه من الاعمال الجميله دي وايه اللي لسه بيحبوا يتفرجوا عليه لحد دلوقتي. العمل اللي بيفكرني برمضان زمان الفوازير، ونفسي يبقى موجود دلوقتي، يبقى موجود في التلفزيون دلوقتي، لان مفيش حاجه دلوقتي زي الفوازير الجميله اللي كنا بنشوفها زمان بتاعت نيلي وشريهان والكلام ده كله. العمل اللي انا بحبه ولسه ما زهقش منه ابدا واتمنى انه كان يبقى برضه له اجزاء ثانيه هو زي الشهد والدموع وليالي الحلميه، هم دول دايما اللي فكرونا باجواء رمضان يعني. وانا ما شفتش حاجات زمان قوي يعني، بس كنت بشوف على النت وكده، في مثلا فوازير رمضان، الف ليله وليله، بوجي وطمطم. من الاعمال اللي لو لسه ما زال موجوده لحد دلوقتي انا اتفرج عليها بدون ملل طبعا نيلي، فوازير نيلي، كنت تحس ان هي يعني علامه مميزه من علامات رمضان. وكذلك شريهان، والله يرحمه الفنان العظيم سمير غانم في فوازير سموره فطوطه. رغم ان انا سني 54 سنه بس الحاجات دي لو معروضه لحد الان انا هتفرج عليها. العمل اللي كنت اتفرج عليه من رمضان زمان لما موجود دلوقتي بكار ورشيدة. نفسي المسلسلات اللي هي بتاعت رأفت الهجان، المسلسلات ليالي الحلميه، الاجزاء الاولانيه كلها كانت جميله كلها كويسه، ومسلسل تاريخي الفرسان دي جميله برضه، ولما اعيش في جلباب ابي برضه كويسه برضه كانت جميله، كلها كانت مسلسلات كويسه جميله. ليالي الحلميه بالذات الصراحه اسامه انور عكاشه كان بيكتب كويس جدا وبيعرفنا حاجات كتير قوي عن المناطق الشعبيه وعن الحياه الجميله اللي في مصر وازاي الناس كلها بتتعامل مع بعض بمحبه واخاء، يعني كان مناسب قوي لرمضان وبيعرفنا حاجات كتير قوي عن الكالتشر الموجوده في مصر، وكانت بتفرق كتير قوي معانا كلنا، بتلم الاسره كلها. اكتر حاجه فاكراها مسلسلات واعمال رمضان زمان هي ليالي الف ليله، ليالي الف ليله وليله، وفوازير نيلي وشريهان، الفوازير عموما والاعلانات حتى كانت الطف من الاعلانات بتاعت دلوقتي، فدي اكتر حاجه بتفكرني برمضان، دي اكتر حاجه لو اتعادت تاني هشوفها. اكتر حاجه بتفكرني برمضان زمان واحنا صغيرين بوجي وطمطم، الف ليله وليله، الفوازير عموما كانت كلها بتفكرنا بزمان واحنا صغيرين. وعلشان نقعد نتكلم عن رمضان زمان واعمال رمضان زمان اقدر اقول لكم اني عايزه حلقات كتيره مش حلقه واحده، وبرده مش هيكفوا. وبكده تكون خلصت فقره سكوب. شخصية مولان وميس بيجي وشخصية ميفيس من فيلم هوتيل ترانسلفانيا، ودور جيجل ماك ديمبل في فيلم توي ستوري 4، وغيرها من الأعمال والأفلام الجميلة. ضيفتنا النهاردة هي ضيفة مميزة جدا، صوتها يعرفه كتير جدا من الأطفال والكبار، لأنها قدمت للأطفال بصوتها عدد كبير جدا من أعمال ديزني اللي كلنا فعلا بنحبها. المميز كمان في ضيفتنا النهاردة أنها مش بس بتقوم بأعمال الدوبلاج في الأفلام بتاعة ديزني، لا دي كمان بتغني وتلحن وصوتها حلو جدا. معانا النهاردة المطربة خلود عادل، واللي هنتكلم وهنغني معاها وهنفتكر سوا كتير من اغاني رمضان اللي كلنا فعلا بنحبها وكمان اغاني تانية. اهلا بيكي يا خلود. اهلا بيكي. انا مبسوطه ان انت معايا النهارده. انا كمان جدا. اول حاجه هسالك عليها، ازاي ابتديتي موضوع الدوبلاج والغنى وانهي قبل التاني؟ لا هو الغنى قبل الدوبلاج، لاني بغني من وانا طفله وبعدين جه الدوبلاج. الدوبلاج جه صدفه جدا لانه انا من زمان بحب فكره الدوبلاج وغنى الاطفال. بس بعدين جت صدفة انه كان في كاستنج ورحت، وبعدين الكاستنج اتقابلت فيه كان اول حاجة، فكان لطيف جدا، وبعدين من هنا بدأت بقى واحد ورا التاني ورا التاني ورا التاني ورا التاني على طول يعني. طيب وبالنسبة للغنى ابتديتي ازاي؟ انت بتقولي من وانت صغيرة، بس ايه اللي حصل؟ اكيد في قصة يعني. هو الفكرة كلها ان انا كنت طفلة عادية جدا، وبعدين في المدرسة بدأت اروح اوضة المزيكا لوحدي وبقيت بلعب على الآلات، وبعدين بدأت اغني في الكورال، وبعدين من هنا برضو بدأت اتدرب، والميس بتاعتي بدأت تدربني غنى، وبعدين كبرت
ودخلت حاجة تانية خالص. وبعد ما خلصت واشتغلت فترة في مجالي عملت شيفت كارير ودخلت معهد الموسيقى العربية بس قسم تأليف وبقيت بغني ولحن عشان أنا بلحن لنفسي. طيب فكرة الأفلام بتاعت ديزني أكيد يعني حاجة كبيرة جدا لأن احنا كلنا حافظين الشخصيات اللي أنا قلتها في التقديمة دي دلوقتي، ومش بس فعلا الصغيرين، احنا كمان ككبار بنحب نتفرج على الأفلام دي حتى مع أطفالنا أو من غير أطفالنا. إزاي حصل موضوع ديزني؟ إزاي يعني إزاي ابتديتي تعملي الدوبلاج في أفلام ديزني؟ هما ليا أصدقاء أوريدي شغالين في مجال الدوبلاج، وأنا كمغنية يعني ممكن بيجي لي فرص ان انا اقدم في 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 الكاستنج بتاع الدوبلاج، فاقترحوا عليا لانه كان صوتي مقارب لشخصيه، وبعدين رحت عملت كاستنج واتقابلت فيه وبس. وبعدين بقى يبقى في كاستنج فاروح، بدا صوتي يتعرف، ومع التدريب والشغل بدات ابقى يعني لي شخصيات كتير، يعني بدات تبقى بتاعتي يعني. طب ما تقول لنا كده، سمعينا حاجه من الدوبلاج بتاعك بالشخصيه اللي هي المقربه ليكي اكتر واحده. هو حاليا متهيالي لانه اكتر حاجه بعملها هي بيجي اللي هي في مابت، فممكن هي اصلا عشان هي اكتر حاجه بتتكلم بتون مختلف، يعني هي بتتكلم تبا لك يا كرمت، فيعني هي بتتكلم من هنا يعني. وبعدين هي شخصيه ليها فلو، يعني هي مش بتتكلم طول الوقت، هي يعني بتحس ان هي بتتكلم كيوت وكده، وبعدين فجاه ممكن تروح عامله لا اريد البيتزا مثلا، ده مش الكيوت خالص. انا عايزه اسمع بقى الكيوت بتاعها. الكيوت لما مثلا او كيرمي هذا جميل، يعني هي بتتكلم كده، وبعدين وهي بتتكلم كده ممكن تروح عامله كده. خلود، ايه اول عمل عملتيه مع ديزني؟ أنا مش فاكرة قوي، بس هو أول عمل مهم عملته مع ديزني كان توي ستوري 4. أوكي. كان ليجل. وفرق معاكي قوي ده؟ لأن هي شخصية مجنونة جدا ودمها خفيف وبتضحك طول الوقت، وهي خبيثة جدا برضو، فكانت لطيفة، محتاجة تمثيل ومحتاجة طاقة وحاجات زي كده، فكنت مبسوطة بيها جدا. طيب أنت ممكن تقولي لي صوت كمان حد من التوي ستوري؟ توي ستوري جيجل مثلا، هي هقولك الموضوع ده مهم جدا. هي طول الوقت بتضحك بس، فهي طول الوقت هتلاقيها بتتكلم لا 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 بص بقى ممكن تغير الموضوع ده، وبتبدا طول الوقت، وممكن تدخل في النص بين الكلام، يعني بتبدا تعمل مشاكل في النص بس بخبثة يعني، سوسه هي. على فكره هو قال لي ان شعرك مش حلو، وبعدين هو يجي فتقول انا ما قلتش حاجه، وتروح ضحكه وماشيه مثلا، فهي مجنونه جدا. ناس كتير بيفتكروا ان موضوع ان انت تعملي شخصيه بصوتك دي حاجه سهله جدا، مع ان هي صعبه جدا ان انت توصلي للناس بصوتك شخصيه كرتونيه، يعني هي فيها تمثيل كتير جدا. هي فيها صعوبه لانه انا من زمان برضو كنت بمثل مسرح من وانا طفله وبغني، فكنت فاكره ان الموضوع سهل. الموضوع مش سهل خالص، لانه فكره انه الانسان يمثل قدام ممثل حتى لو مونو دراما على مسرح بيبقى فيه روح، لكن الدوبلاج انت في اوضه مقفوله كلها اسفنج ومش عارفه ايه، وقدامك مايك بس انت ما بتبقيش شايفه المشهد، بشوف المشهد بس، ما فيش برضو فكره انه حد قدامك بيديك طاقه، وبعدين اللي بيتكلم بلغه تانية، فحتى لما انا هاجي اعمل الاداء بتاعي لازم اعمله بلغتي انا، فالفلو بتاع الجمله هيبقى مختلف طبعا. ده بيبقى صعب قوي. صعب جدا، بس هو في النهايه لما بنشوف تركيبه المشهد بقى كامله بتبقى خطيره جدا، انه ايه ده، الله ايه ده، حلو قوي كده يعني. خلود، نروح بقى على الغناء. انت بتقولي ابتديتي من وانت صغيره جدا، بس كمان بقيتي دلوقتي بتلحني صح؟ ايه اول اغنيه انت غنيتيها؟ اول اغنيه انا غنيتها ماما يا حلوه. ياه. طب يلا نسمعها فعلا. يلا. اوكي. دي كانت اخر مره واول مره اغنيها. هتستعيدي ذكريات معانا. ماما يا حلوة يا أجمل غنوة،
عايشة في قلبي وجوا كياني، غالية عليا اضيع عينيا، هي أول كلمة نطقها لساني، ماما يا ماما يا ماما يا ماما، انتي يا ماما ملاك من الجنة، عايشة في قلبي بعيش واتهنى، مين رباني مين أمي ومين هناني مين أمي غيرك انتي، يا حلوة يا ماما ماما يا ماما يا ماما يا ماما. برافو يا خلود فعلا. لا حلو من زمان جدا قوي. هي الاغنيه قديمه طبعا كمان، وانت اكيد غنيتيها من زمان جدا. هي من وانا طفله، كان عندي 9 سنين، دي اول واخر مره غني الاغنيه دي. لا بس هي اغنيه فظيعه طبعا. طيب بعد كده عملتي حاجات انا عارفه، مسلسلات، عملت زي كفرز للمسلسلات، مسلسلات رمضان القديمه انا بحبها لانه الكلام واللحن والتوزيع خطير طبعا. فكنت بحب يعني، هي الفكره جت كمان ساعه الحجر الصحي في كورونا وحصلت اونلاين، يعني انا وصديق كنا عاملين زي تشالنج، فكره ان انت تغني على الفيسبوك بعرب او من غير عرب، فجت الاغنيه بتاعت حصل لي تشالنج بتاع بحلم وافتح عيني. اوكي. وبعدين صديقي قال لي طب تعالي نعملها اونلاين، احنا فعلا كنا كل واحد في بيته يعني، ما عملناش اي جام او اي حاجه. وبعدين فهو عمل مزيكا، بعت لي سجلت فيديو، اتعملت اتركبت، فبقت فعجبتني بقى فكره ان انا اركز في الكلام بتاع التترات. انا بتهيالي الاغنيه دي يعني من احلى الاغاني اللي اتعملت في المسلسلات، وكل الناس بتبقى فاكراها وحافظاها. طبعا يعني زمان ما كناش بنقعد بقى نسمع الاغاني قوي في العربيه والحاجات دي، بس من كتر ما احنا كنا بنقعد نسمعها في البيت حفظناها كلنا وحبيناها ولحد دلوقتي حافظينها. هي خطيره جدا، ومتهيالي اغلب الاغاني بتاعه التترات بيبقى ليها كده بصمات، ف مظبوط حبيتها جدا يعني. طب يلا نسمعها. اوكي. بحلم وافتح عيني على جنة من الإنسانية، بحلم وافتح عيني على جنة من الإنسانية، والناس سوا بيعشوها بطيبة وبصفونية، بحلم وافتح عيني على جنة من الإنسانية، بحلم وافتح عيني على جنة من الإنسانية، والناس سوا بيعشوها بطيبة وبصفونية. تحفة. برافو. طيب قولي لي بقى في أغاني رمضان، بما ان احنا داخلين خلاص اهو على رمضان، وكل سنة وانت طيبة. طيب. رمضان كريم علينا كلنا يا رب. عايزة اعرف منك اكتر اغنية مقربة لقلبك كده لرمضان. هي رمضان جاينا اصلا يعني، كلنا رمضان كلنا اتربينا عليها دي فعلا. وعملت فكره ادمج فكره رمضان جاينا بفكره لو ديزني بتقول رمضان جاينا اوركستريشن، عملت فيديو كليب كده، بس يعني انا يعني احب ان انا ابقى موجوده بيه في اول رمضان السنه دي ان شاء الله. ان شاء الله. يعني انت عملتي ميكس بين رمضان جاينا وايه؟ لو ديزني هتغني رمضان جانا هتغني ايه ده؟ ازاي؟ طب احنا عايزين نسمع حالا. رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه وبالو زمان، غنوا قولوا شهر بطوله، غنوا قولوا اهلا رمضان، رمضان جانا اهلا رمضان، قولوا معانا اهلا رمضان، رمضان جانا اهلا رمضان، قولوا معانا اهلا رمضان جانا.
فظيعه تجنن. خلود، عمرك في حياتك ما عملتي شخصيه مصريه زي مثلا بوجي وطمطم بكار الحاجات دي؟ اكيد كنت صغيره برضو قوي. لا، الشخصيات اللي هي كنت صغيره فعلا، يعني اللي لحقت بقى ان انا اكون هي ملان بقى لما كبرت. طب كان نفسك لو انت كان عندك الاختيارات بتاعت الشخصيات اللي هي زي بوجي وطمطم والحاجات دي، كنت تفضلي ايه؟ طماطم. بحبها بجد اصلا، هي فظيعه. اطيب واحده فيهم كده وغلبانه قوي، وهي كانت يعني طمطم كانت بتعجبني. ايه بقى يا بوجي بقى وهي بتتكلم كده، اللي هي فكره الري كنت بحبها قوي. بس طماطم، انا بحب طماطم. طب يلا انا هخليكي ترتجلي دلوقتي حالا تعملي لنا حته طماطم. فعلا؟ مش فاكره صوتها قوي، بس كنت فاكره العروسه. بس ممكن هي كانت صغنططه كده وبتتكلم مثلا، انتي جميله قوي. مثلا عايزه انا اقول، بس انتي جبتيها صح، انتي جميله قوي. دي هي انتي طماطم. جميله قوي. ممكن تعملي معايا لقاء؟ حضرتك ممكن تعملي معايا لقاء؟ ممكن قوي. الله، انا مبسوطه قوي قوي. هي تجنن تجنن. طيب قولي بقى الاغاني التانية، انتي لحنتي حاجات وعملتي حاجات بتاعتك. صح؟ عملتي ايه؟ احكي لي. في كنت عامله حاجات صوفي، وبعدين ده كان بروجكت، وبعدين حاليا بعمل ألبوم بس هو مش صوفي. هو كله كلامي ولحني، التوزيع هيبقى مختلف بين فنانين أصدقاء، بس هو يعني هيبقى مش صوفي، هو هيبقى حاجة بروجكت أغاني عادية. هي مش عادية قوي برضو عشان أكون هي تعتبر مستقلة يعني. أوكي. عشان طيب احنا هنسمع حاجة صوفي بقى دلوقتي. فعلا؟ اوكي. بتفكريني بحاجات كتير بقالها كتير ما بغنيهاش. هنفتكرها سوا. يلا يلا بينا. وكان قلبي خاليا خاليا قبل حبكم، وكان بذكر الخلق يلهو ويمرح. فلما دعا قلبي هواك جابه، فلما دعا قلبي هواك هواك أجابه. فلست بذكري عن بنانك عن بنانك برحو. برافو، صوتك فظيع. ميرسي. هنختم بقى حاجه برمضان. اوكي. وعايزين حاجه كده بقى ايه تفرفشنا شويه. انا على فكره بحب الفيرجن بتاع رمضان جانا. أوكي. الحقيقي الاصلي. اوكي. هو لطيف جدا. جدا. في حته فيه حلوه قوي اللي هي بتاعت بتغيب علينا وتهجرنا وبنستناك، وفي السنة مرة تزورنا وبنستناك، من امتى واحنا بنحسب لك ونوضب لك ونرتب لك. اهلا رمضان جانا قولوا معانا، اهلا رمضان رمضان جانا.
والله يا خلود حسسيني ان انا يعني بجد خلاص عايزه رمضان يجي دلوقتي حالا. انا مبسوطه جدا ان انت نورتيني النهارده في الاستوديو، ومبسوطه قوي ان انا شفتك وتعرفت عليكي، وان شاء الله ما تبقاش اخر مره. اكيد اكيد. ميرسي على وجودك يا خلود. ميرسي ميرسي. بكده تكون خلصت حلقتنا، وكل سنه وانتم طيبين. باي باي.